بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كملي مع الكورس تبعنا CCNA 2301 اللابس والـ IP Subnetting Class A. بنصحك إذا ما شفتش الفيديوهين اللي قبل كلاس سي وكلاس بي ارجع شوفهم عشان بس ما تضيعش. طيب تعال، قال لي عندك شبكة 50.1.1.0/80 من 50، أنا بعرف إنه هي كلاس A ومن سلاش تبعها كمان. قال لك قسم لي الشبكه 13 شبكه. طب الكي وورد عندي انا هون 13 شبكه. قال لك ماشي. طب 13 شو اللي بيعطيني؟ 2 اس كم بيعطيني 13؟ يعني اتفقنا 2 اس 2 يعطيني 4، 2 اس 3 حيعطيني 8، 2 اس 4 حيعطيني 16. يعني 8 اي 16. تعال نرجع للجدول اللي فوق اللي حطيته انا هون. 2 اس 4 حيعطيني 16، 2 اس 3 حيعطيني 8، 13 واقع بيناتهم، فانا حاخذ طبعا الاكبر 2 اس 4، يعني بدي 4 بت. طيب 4 بت وين يعني؟ 4 بت يعني 1 2 3 4. حلو، يعني انا قصتي هون. ممتاز جدا. طيب من وين اجت 9 و10 و11 و12 و13 و15 و16؟ اذكرك كنت قايل لك فوق كل اوكتت عندك اياها، هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. كلاس A هذا ثابت، حبلش اغير بهذا، يعني هاخذ هذا. طب ما هذا 8 9 10 11 12 13 14 15 16، تعال لي تحت هتلاقيه هو نفسه. اوكي تمام، تأكد لي انه انا راح اعمل سب نت ابتداء من هون، لانه كلاس A. كلاس A شو قانونه؟ بقول لي اول واحد ثابت والثلاث اوكتتس الباقيين متغيرات. طيب ما طب هاي شو حتكون اول شبكه؟ اول شبكه عندي حتكون 50 دوت 0 دوت 0 دوت 0 سلاش سلاش كم؟ هي 12، خذ اياها من فوق سلاش 12. تمام؟ طيب البرودكاست عندي كم؟ قبل البرودكاست عشان تعرف تحله خذ لي الشبكه اللي بعدها 50 دوت دوت قديش؟ دوت 16. شوف هنا حطيت 16، ليش؟ اول شيء البلوك سايز عندي 16، فحطيت دوت 16 هون، دوت 0 دوت 0 سلاش برضه 12. اللي بعده 50 دوت 16 زائد 16 32، 32 دوت 0 دوت 0 سلاش 12. اللي بعدها 50 دوت 32 زائد 16 قديش بطلع عندي؟ 32 42 48 48 دوت 0 دوت 0 سلاش 12، وحتضلك ماشي فيها هيك لا تخلص. تمام؟ 48 مضبوط 48 فحضرتك ماشي فيها هيك تخلص، تحط بلوك سايز بلوك سايز. طب حتنهي معي عند ايه؟ اخر واحد هيكون عندك طبعا 240، هيك بنهي معك دائما. طب ماشي البرودكاست، البرودكاست تعال خذ لي قول له 50 دوت 0 عفوا 50 دوت 15 بتنقص لنا واحد النكت اللي عم بغير فيه دوت 255 دوت كمان 255، عم بقلب فيه هون هدول الاعداد اخر 255 255 وحضرني اطلع لل 15 لانه 16 صارت شبكه ثانيه. ما انا اذا قلبت بواحد هون اعطوه واحد 16 0 0 0 16 0 0 0 لهي الشبكه. طيب تمام، اول اي بي عندك 50 دوت 15 ماله دوت 0 دوت 1 تمام سلاش 12 اكيد. اخر واحد ناقص من البرودكاست 50 دوت 15 دوت 255 دوت 254 سلاش 12. هيك حيصير عندك وحتكمل بهذا المنح على اللاب، هو نفسه اللي كنا مكملين عليه. هعمل لك بس الانترفيسز، انت الاي بي دي سي بقول اعملها لوحدك من الفيديو الثاني، بس انت حتلاقي الكونفيجريشن مكتوبه عندك بالدوكيومنتس. تعال نروح هون الانترفيس 7 تراوتر، هي انترفيس جي 0 سلاش 0 اول شت داون نو شت داون
تمام، وانترفيس جي 0 سلاش 0، حامل الفيلان 10، ولو انكبسيشن خلينا نكبر فيها عشان نشوف. اوكي، فاول انكابسوليشن 22 10، ماله الاي بي ادرس هيكون 50.0.0.1. طيب السبنت ماسك كم؟ 255. وقف وقف لامتى؟ تعال شوف لي اياه هون، حتاخذ من سبنت ماسك دوت 240 دوت 0 دوت 0، كله تمام. وانترفيس جي 0 سلاش 0 دوت 20 دوت 20، مظبوط. اوكي انكابسوليشن دوت 1 كيو 20. شو كمان عندي هون؟ له اي بي ادرس، تعال نشوف الشبكه الثانيه اللي عندي اياها 50 دوت 16، راح تكون عندي 50 دوت 16 دوت 0 دوت 1 255 دوت 240 دوت 0 دوت 0، وانترفيس جي 0 سلاش 0 دوت 30، انكابسوليت دوت 1 كيو 30، وهنقول له اي بي ادرس 50 دوت 32 دوت 0 دوت 1 255 دوت 240 دوت 0 دوت 0. دائما السبنت ماسك بدك تفكر فيه شوي، كلاس A هو 255 أول واحد سابق. أنا حلعب بالأوكتت اللي بعده، فالأوكتت اللي بعده منين بجيبه؟ قلنا من الخط اللي اخترته هو 240. لو كان عندي مثلا سلاش 11 حيكون 255.224.0.0. أوكي؟ دوت 0.0. بس شكرا عليك، أنت اخترت سب انترفيسز، كمل أي بي دي سي في بول وحي. طيب هلا السؤال كالتالي، هل السبنتنج مرتبط في الفيلانز؟ لا، بس انا اعطيتك شكل من الاشكال، انا بدي اطلع بس من الشكل التقليدي. هذا كنت انت ممكن ما تحطه بفيلانز. طيب كان حيتبنج مع بعض؟ اه، ليش؟ لانه هذا الراوتر، وطبعا هذا رح نفهمه اكثر في الراوتنج لما ناخذه، هذا الراوتر اصلا في الراوتنج تيبل حيكون شايف الشبكات هاي كلها، فالسبنتنج مش مرتبط بالفيلانز، بس جرت العادي دائما لما نحن نشتغل بالشركات لما عم بقسم فيلانات، فانا برضو محتاج شبكات سبنتنج، فبعمل كل فيلان والسبنت تبعه. يعني ممكن انا هلا هون عم بعملها بالتساوي، بس هلا في عندي درس من اللي بعده بالفيديو اللي بعده، في عندي شيء اسمه في اس ال ام راح اشرحه. عفوا في ال اس ام، الفي ال اس ام هذا انا مثلا فيلان 10 بدي اعطيها مثلا 8 اي بي، فيلان 20 بدي اعطيها مثلا 30 اي بي، فيلان 30 بدي اعطيها 70 اي بي، من وين؟ من شبكه واحده. فعندك هون مش بالتساوي، انت لاحظ لما انا رحت هون على بالدوكيومنتس قلت لك تعريف السبنتنج تقسيم شبكه كامله الى شبكات اصغر بالتساوي، وهذا بالتساوي. انا هون لما اروح عندك على كلاس سي، اول شبكه هاي وثاني بعدين ثاني شبكه ثالث شبكه، هذول كلهم متساويين. متساويين بالحجم باللينك تبع، بس انا بالشبكات اصلا مش هيك، انا بالشبكات اكثر شيء بالشركات بشتغل اكثر شيء في ال اس ام. شو يعني في ال اس ام؟ احضرني الفيديو اللي بعده وحنشوفه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.